تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لا يبور جنيتم من ثمار الحسن حسنا. السلام عليكم بنات عواشكم مبروك عيد مبارك سعيد اللي دخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا يا ربي كيف ما كتشوفوا شاركت معكم الفطور ديالنا فطور اللي كما كنقولوا فطور ديال العيد ضروري من هاد البلد بنات حنا كنديروه كل واحد في المنطقه ديالو شنو كيسميه والكيكا والمهم داكشي اللي قسم الله راه حطينا في الطبيله ديالنا هنايا البنات كيف ما كتشوفوا شاركت معكم كذلك اللبسه تاعي انا وبنتي قديت واحد اللبسه تاع الدار انا وياها بحال وخديت لها جوج بليغات واحد البليغه خداها لها باباها وواحد البليغه جابتها لها صاحبه ماما مسكينه الله يكبر بها في الزريه قلت اللي جات مع القفيتين راه غادي تلبسه صافي البنات داكشي اللي كاين المهم البنات ما شاركتهاش معكم لانني كما قلت لكم فطرت بالزربه في دارنا وكملت الفطور ديالي عند شيخي داكشي باش كيف ما كتشوفوا هنايا شاركت معكم الشعر ديالي قديتو راكم عارفين كفرات كيكونوا مزحام عليهم صافي البنات هنا فين تتبان الحداقه ديال النساء في المكياج وفي الشعر صافي البنات كيبانوا لكم حجباني غامقين راني غير صابغاهم حيت انا ما كنصيبش حجباني غير كنطراسيهم اولا هكا شي مناسبه كنصبغهم صافي البنات كيف ما تشوفوا جاني شعري غزال درت ليه بوكلي وهنايا شدينا الطريق لبنكرير عند شيخي تحيه لهم من هذا الفيديو صراحه دوزنا واحد النهار اللي غزال اللي زوين ما قدرتش نصور سمايا راكم عارفين الدار عامره وكنحشم هذا الشيء اللي كاين تحيه لهم كلهم المهم البنات كيف ما كتشوفوا هنا وصلنا سيدي بويتمان صورت لكم شويه منه وعاد ثاني حتى في دخلات بنكرير راني صورت لكم المهم البنات كي دوزتوا نتوما عيدكم مع احبابكم مع فاميلا ديالكم نتمنى تكونوا دوزتوه بكل حاجه زوينه هذا الشيء اللي كان البنات ما تدخلوش عليا بالكومونتيرات زوينين ديالكم واللايكات وابوني اكيد الى عجبكم المحتوى ديالي تهلاو ليا في راسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الماجي وبنتي راه ايها السلام عليكم وما تغضب